بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. دلوقتي في الفيديو ده احنا هنشتغل على شيت 3 وشيت 4. شيت 3 كان أول مسألة كان بيقول لك الدرايف الإكويشنز أوف سلندريكال بروجيكشن ويز وان ستاندرد بارلل إن ويتش ذا سنتر أوف بروجيكشن is an أو is at the center the earth center. طيب طالما قال لك السنتر بتاع البروجيكشن في السنتر بتاع الايرث، فانت هتستخدم المعادلات الاولى اللي موجوده هنا. انا بفتح لكم المحاضره، المحاضره 4، ننزل كده في معادلات للاكس والواي والاس لامدا والاس فاي والاس اريا والاس دي، دول في ليهم معادلات مرتين، مره لما بيكون عندك الجيوسنتريك سلندريكال بروجيكشن، لما بيكون السنتر في السنتر، سنتر البروجيكشن بيكون في سنتر الايرث او سنتر السفير، او يقول لك اي كومنت يبين لك ان هو ان انت تستخدم المعادلات دي، فانت ايه تضطر تستخدمها. انما لو قال لك ان هي ايكوال انج او ايكوال اريا، فانت ساعتها هتستخدم المعادلات دي. الاكس هي برضو ار في لامدا، والواي هتبقى ار في ساين فاي. بعد كده نيجي للاس لامدا، هتلاقي ليها قانون مختلف، بقت كوساين فاي، ولا على العكس ان هي كانت ايه قبل كده، كانت بتساوي سك سكوير فاي. تمام، سك سكوير فاي، لا بقت ايه كوزاين، في مره كوزاين ومره سك سكوير. ولكن احنا شغالين دلوقتي على السنتر بتاع البروجيكشن في السنتر بتاع الايرث، فاحنا هنشتغل على المعادلات الاولى شيت 3. تمام، هو انت طالب ايه؟ خلاص وريني، ماشي عرفنا ان انت ايه عايز المعادلات الاولى. عايز ايه بقى؟ فايند ذا كوردينيتس of point A and the scale factors at point A. يبقى هو عايز الاول الكوردينيتس، كوردينيتس اللي هي الاكس والواي. هو مديك قال لك ان نقطه A دي على بعد او الانجل بتاعتها 13 اللي هو اسمه جنوبا، الاس دي جنوبا، ساوث 13 ساوث و A 22 ويست. فكده دي عندك دي الفاي، ودي كده ال 22 دي هي اللامدا. فاحنا هناخد ال 13 دي وهنعوض بيها في القانونين بتوعنا دول اللي هم دول المفتوحين قدامنا دلوقتي. الاكس بتساوي الار في لامدا، والواي بتساوي الار في تان الفاي. طيب بالنسبه للفاي هنعوض عنها بكام؟ هنعوض عنها بنيجاتيف، لو نروح كده هنعوض عنها بنيجاتيف 13 لان هي مع الساوز، فالساوز بياخد نيجاتيف، وبرده الويست بياخد نيجاتيف، فكده اللامدا هنعوض عنها بنيجاتيف 22. طب كويس، بالنسبه للريديوس او الار اللي هو قطر الارض، قطر الارض طبعا احنا مش هنحط قطر الارض، احنا مش هنحط مش هنحط قطر الارض زي ما هو بالرقم اللي قدامنا ده 6372 كيلو، لا طبعا احنا نحطه بالريديوس بتاع الارض، ولكن بعد ما ايه ما نقسمه على السكيل ده، او بعد ما نقسمه على 500000 يطلع لنا رقم، الرقم ده هو اللي هنعوض بيه. وفضل برضو ان احنا نحول الريديوس ده للسنتيمتر، فاحنا هنضرب في 10 بار 5 ونقسم على ال 500000، ساعتها يبقى معانا ايه؟ يبقى معانا الار اللي هنعوض بيها في القانون. وزي ما اتفقنا ان الانجل هتبقى بالنيجاتيف لان ساوز ولان ويست. وبرضو حاجة تانية هنعرفها في المسألة، حتة ان انت لما بتيجي تضرب مسافة، او خلونا كده واحدة واحدة، ادي نقطة ايه طالما 13 درجة في الساوز، فكده دي الفاي، والفاي دي هتبقى بالنيجاتيف. ونفس الكلام ادي اللامدا، ولكن هتكون اشارتها نيجاتيف. الماب سكيل كذا، طب تمام، الارث ريديوس كذا، ده كده ايه الجيفن بتاعك. طب بالنسبة للحل بقى، اهو هتلاقي الار اللي اتعمل فيها ان هي اتضربت في 10 بار 5 عشان تبقى سنتي، قسمناها على 500000، بقت ايه جبناها كده الريديوس بتاعنا على الخريطة، يعني او الريديوس اوف ايرث على الخريطة بتاعتنا. طيب كويس، محتاجين نعمل ايه تاني؟ محتاجين نجيب الاكس ونجيب الواي. جبنا الاكس بالمنظر ده ان احنا عوضنا بالار دي وعوضنا باللامدا، بس ناخد بالنا اللامدا اللي هنعوض بيها لازم نعوض عنها بباي على ال 180، عشان نضرب في باي على ال 180 عشان نحولها راديان، لان انت بتضرب بتضرب مسافه او ديستنس، ديستنس دي مش هينفع تضربها في ديجري، لازم تضربها في ايه في راديان. انما في حته التان لا، هتعوض بيها زي ما هي، هتعوض ب
الزاويه اللي عندك زي ما هي، وادي هنا حته النيجاتيف والبوزيتيف زي ما كنت بقول لك. فالويست تاخد نيجاتيف، الساوث ياخد نيجاتيف، الايست تاخد بوزيتيف، النورث تاخد ايه؟ بوزيتيف. كده احنا حلينا او جبنا اول مطلوب في المساله. طب تاني مطلوب كان بيقول لك ايه؟ كان عايز منك الاس. الاس اللي هي الايه؟ اللي هي السكيل فاكتور. اللي هو ايه السكيل فاكتور؟ اللي هو مقدار التشوه زي ما اتفقنا. مقدار التشوه في اللامدا اتفقنا قبل كده يعني في الفيديوهات السابقه، اس لامدا والتشوه في اتجاه اللامدا هيبقى عباره عن 1 على كوساين سكوير فاي. ابتدينا نعوض، جبنا قيمه الايه؟ الاس لامدا. برضو اس فاي بتساوي 1 على كوساين فاي. هو ليه 1 على كوساين سكوير وليه 1 على كوساين رغم ان هما كانت مكتوبه سيك سكوير؟ وطبعا الكلام ده ماس، مش هتلاقي اصلا، مش هتلاقي على الكالكوليتر بتاعتك سيك. فتعويضا عن السيك فانت بتحط 1 على كوساين، تمام؟ فهتلاقي المنظر اللي طلع لك ده، وجبت الاس لامدا والاس فاي. وتتاكد يعني، هو برضو من الحاجات اللي انت تتاكد منها انها هتلاقي يعني ايه الارقام بالمنظر ده، يعني مش تبقى زياده قوي ولا اقل من كده قوي، يعني المفروض هي فرنج الايه الواحد تزيد عنه شويه، يعني مش تطلعها 50 مثلا، لا يمكن تبقى 50، مش لدرجه 50 طبعا، تمام؟ فاحنا نبقى عارفين الرينج بتاع كل رقم عشان نبقى نحكم على اجابتنا صح ولا غلط. طيب الاس ايه؟ الاريا. فالاريا بتكون عباره عن الاس لامدا في الاس فاي، ضربناهم في بعض جبنا الاس ايه؟ الاس دي او اللي هو الزاويه، تشوف التشوه في الزوايا، فهتقسم الاس لامدا على الاس فاي، جبت الاس دي. خلاص كده انت تبقى انت حليت المساله الاولى من اولها لاخرها، ما فيهاش اي مشاكل. كل اللي عملناه ايه؟ كل اللي عملناه عرفنا من الكوردينيتس اللي هو جايبها لنا، عرفنا الفاي واللامدا، ومنها عرفنا نعوض في المعادلات اللي هي الاكس والواي، وجبنا الاكس والواي، ولكن بعد ما حولنا الار بالماب سكيل. جبنا الاكس والواي كده تمام، ده اللي هو كان محتاج يجيبه. بعدها قال لنا محتاج اجيب السكيل فاكتور، عوضنا في القوانين ليس اكثر عليه الصلاه والسلام، عوضنا في القوانين وجبنا قيم الاس لامدا والاس فاي والاس اريا والاس ديجري او الاس انجل بقى. ماشي، المساله الثانيه، تعالوا نشوف المساله الثانيه بتقول ايه، نقراها برضو من فوق. المساله الثانيه ذا equation of the cylindrical projection r، يعني هو مديني الايكويشنز، هو اللي اداني الايكويشنز جيفن. اكس بتساوي ار لامدا والواي بتساوي ار ساين فاي. طب انا هبتدي اعوض في دول، بس انا لو اخد بالي ان المعادلتين دول بتوع الايكوال اريا، تعالوا نروح كده اهي المعادلتين دول، فدول اصلا بتوع الايكوال اريا. لو طلعنا كده سنه هتلاقي بيقول لك ايكوال اريا، فاحنا كده منتظرين ان الاس ايه هتكون بتساوي 1، يعني احنا من غير كلام كده الاس ايه هتكون بتساوي 1. ولكن هو هنا ما قالكش ان دي ايكوال اريا، هو مديك المعادلات وبيقول لك احسب لي الاريا، فساعتها انت تحسب عادي جدا، بس تبقى عارف ان الاس ايه هتطلع بواحد. طب خلينا نشتغل كده ونشوف ايه الكلام اللي انا عمال اتكلم فيه ده، ونشوف هو صح ولا غلط. فبيقول لك ان الكوردينيتس بتاعت الاي والبي، مديك الكوردينيتس بتاعت الاي ومديك الكوردينيتس بتاعت البي، بيقول لك كالكوليت ذا سكيل فاكتور اوف اريا ات اي اند بي. يعني هو محتاج يعرف السكيل فاكتور بتاع الاريا، يعني الاس اي محتاج يجيبها بتاعت الاي وبتاعت البي. طب عشان اجيب الاس اي انا محتاج اجيب مين؟ الاس لامدا والاس فاي. طيب الاس لامدا والاس فاي معتمدين على مين؟ معتمدين على اللامدا والفاي، او معتمدين على الفاي بس، اقصد معتمدين على الفاي. مجرد ما عوضت في القوانين بتاعتهم جبت جبت الاس لامدا وجبت الاس فاي وضربتهم في بعض وجبت الاس اريا، كده يبقى انا جبت الاس اريا بتاعت النقطه A وجبت الاس اريا بتاعت النقطه B. بعد كده بيطلب مني اند كالكوليت ذا ديستانس اي بي اون ذا ماب، عايز يعرف المسافه ما بين النقطه A لغايه النقطه B على الخريطه. فانا كده هعمل ايه؟ ساعتها هجيب الاكس والواي بتوع نقطة A والاكس والواي بتوع نقطة B، وابتدي اقول سكوير روت اكس بتاعت نقطة A ناقص اكس بتاعت نقطة B سكويرد بلس اكس او واي بتاعت نقطة A ماينس واي بتاعت نقطة B كل سكويرد. الكلام ده ما فيهوش أي مشاكل، كده نعتبر حليت المسألة بالكلام. طيب تعالوا نروح نشوف الأرقام. بيقول لك الاس ايه بتساوي الاس لامدا في الاس فاي، الاس لامدا بتساوي كذا على كذا وكذا وكذا وكذا، طلعت لك في الاخر بكوساين فاي، طالما احنا شغالين بالايكويشن اللي هو مديها لنا.
فلازم تطلع كوساين فاي زي ما هي موجوده في السلايدز. وعلى فكره الدكتور كمان كان قال لا، طلع لي الاس لامدا من القوانين دي، يعني اقعد اثبتها لي بالمنظر ده تمام. فيفضل ان انتوا تبقوا عارفين الاسباب بتاعها، وانا كنت اتكلمت فيه في الفيديو اللي فات بتاعي، يعني كنت اتكلمت فيه في الفيديو اللي فات. الاس فاي بتساوي دلتا اكس على الار كوزاين فاي في الدلتا لامدا، يبتدي يتطير مع بعضه، يبتدي يطلع لك واحد على كوزاين فاي، تبتدي تعوض في القانونين دول، تطلع الاس لامدا والاس فاي وتضربهم في بعض، تبقى انت جبت الاس ايه. فكده ات بوينت A وبوينت B هتلاقي الايه؟ الاس ايه بتساوي واحد. ليه واحد؟ انت ضربت كوزاين فاي، ضربتها في واحد على كوزاين فاي، فطبعا هتديك واحد. والاس دي هو ما كانش طالبها اصلا، بس برضو ايه ماشي، لو عملناها كده هيطلع لنا كوزاين باور 2 فاي. طب عشان نحسب المسافه، نحسب المسافه ازاي؟ اولا نظبط الراديوس، نجيب الراديوس بتاع ايه؟ الخريطه، زي ما عملنا ان احنا ايه ضربنا في 100,000 اللي هي 10 باور 5 عشان نحولها لسنتيمتر، وقسمنا على 100,000 اللي هي بتاعت السكيل، وصل لنا القيمه، هي دي القيمه بتاعتنا بتاعت الار. ابتدينا نعوض في المعادله بتاعت الاكس والمعادله بتاعت الواي، ومنها هو المساله مش كامله ولا ايه؟ صفحه 4، صفحه 2، صفحه 4. يبقى انا كده في صفحه في النص ما حطيتهاش، يعني معذره ماشي، مش ماشي، يعني اختصارا للكلام ان النقطه ايه خلاص جبت لها الاكس والواي بتوعها، ونقطه بي هتعمل لها نفس الكلام وتجيب لها الاكس والواي بتوعها. جبت الاكس والواي بتوع نقطه ايه والنقطه بي، اعمل سكوير روت اكس ناقص اكس سكويرد بلس واي ناقص واي سكويرد، خلصت مسالتك تمام. طيب مساله رقم ثلاثه مش معانا، مساله رقم ثلاثه ملغيه، كويس مصلحه. مساله رقم او سؤال رقم اربعه بيطلب منك يقول لك وقع لي المحافظتين دول. الاول في سؤال تاني، ديسكرايب ذا ايجيبشن ترانسفيرس ميركتور مش عارف ايه بروجكشن اي تي ام اند منشن اتس بروبيرتيز. الكلام ده والكلام ده كله مكتوب في الورق هنا، حتى انا لسه والله ما ذاكرتش النظري، ولكن حته مثلا توقيع محافظه الاسماعيليه وتوقيع محافظه الاقصر، انا ماليش دعوه بالايه بالفاي خالص، انا ليا دعوه باللمضه. هي اللمضه كام؟ اللمضه طبعا هو بيقول لك وقعها لي بالنسبه لاتزات الاي تي ام. اي تي ام خاصه بمصر او ايجيبشن، انما الثانيه اليو تي ام اليونيفرسال، مالناش دعوه باليو تي ام دلوقتي، احنا شغالين ايه؟ اي تي ام. طيب انا ماليش دعوه غير بالايه؟ بكام درجه شرقا، او ليا دعوه باللمضه. اللمضه قال لك 32، ابتدي اروح كده، المفروض على فكره اكون حافظ ان البيربل بيلت بيبدا من 25 تمام. لو جينا نبص كده 25 لغايه 29 متقسمه اربعات، 4 ديجري 4 ديجري، ادي او كمان دي صوره ثانيه، البيربل بيلت من اول 25 لغايه 29، ده كده البيربل بيلت، من اول 29 لغايه 33، جمعت بس كل اللي انا عملته ايه؟ جمعت 4، ده الريد بيلت، حزام الاحمر، بعد كده الحزام الازرق من اول 33 لغايه 37 شرقا. طيب هي المحافظه بتاعتنا دي اللي كانوا مدينها لنا بتقول لك فين؟ لو زومنا كده مثلا سنه 32 و17 ايست، يعني 32 او يعني في نوقعها هنا، ما تيجي تقول 32 معناها ان انت واقع فين؟ في الحزام الاحمر. ماليش دعوه بقى قد ايه في النورس، ماليش دعوه، انا كده كده ما هي هتبقى موجوده في مصر، فلازم هتبقى ايه؟ يعني جوه حدود مصر، انا ليا دعوه بس بالايست والويست، يعني هي كام ايست كام شرقا تمام. بالنسبه للمحافظه الثانيه وهي محافظه الاقصر، فهي هتكون 32.36 شرقا، فهي برضه هتكون واقعه في الايه؟ في الريد بيلت تمام. كده احنا ايه نبقى خلصنا السؤال الرابع. طب بالنسبه للسؤال الخامس، السؤال السادس ده ايه؟ ده نظري بس، يعني اللي هو ايه بيقارن ما بين الاي تي ام واليو تي ام. خلينا طبعا اليو تي ام اللي هو بتاع تمام ماشي. خلينا بيقول لك ديسكرايب ذا يونيفرسال، برضو هنا ايه اشرح له ايه هو اليو تي ام، وقول لي انا ماليش دعوه بشرح لي، اشرح لي دي موجوده اجابتها ايه، كلام نظري مكتوب هنا. طب بالنسبه اللي وقع لي الكويت، في كويت في محافظة الكويت موجودة ليها الكوردينيتس بتاعتها ايه؟ كذا نورث وكذا ايست.
زي ما اتفقنا ملناش دعوه بالنورث دلوقتي، ما مش قصتنا خالص، احنا لينا دعوه باللمضه او الايست. كام ايست؟ 47 ايست او 47 شرقا. ابتدي انزل كده، لا الباشمهندسه مشكوره رسمه، رسم لنا ايه دلوقتي؟ دي الزونز من اول زون واحد لغايه زون، هو المفروض هما 60 زون، بس هو اللي اتعمل هنا ايه زونز لغايه 36. هو المفروض اصلا تكمل على الاقل لغايه 38، لان الكويت هتلاقيها واقعه في 38. طيب انا ابتدي اعمل ايه؟ المفروض اكون عارف ان اول نقطه خالص هي نيجاتيف 180، اول زون هيبقى عندها نيجاتيف 180، وبعد كده تقعد تمشي كل سته، يعني نيجاتيف 180 بعدها هتبقى نيجاتيف 174، بعدها هتبقى نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 108 و 168، وتقعد تمشي كده لغايه ما توصل للزيرو. هيبقى عند، لو جيت تاخد بالك ان الزيرو هيبقى عند اللمضه تساوي زيرو ما بين الزون 30 وزون كام؟ وزون 31. كويس، يبقى انا كان ممكن ان انا اقول ايه على طول ان انا ايه في النقطه دي، وابتدي امشي كده لغايه ما اوصل لغايه الانجل اللي عندي. الانجل اللي عندي كانت 47 باين، فاوقع 47 هلاقيها واقعه معايا في زون 38 لو جيت اوقعها كده على الرسم. طيب في حل تاني كده انا بعمله، بعمل ايه؟ باخد الانجل اللي عندي اللي طلعت لي واقسمها على 6. ليه 6؟ لان هو كل زون منهم 6 ديجري، وابتدي اجمع الكلام ده على كام؟ على ال 30، يعني كده 30 عند الزيرو اللمضه بتساوي زيرو، اجمع عليها العدد اللي طلع لي وانا كده ابقى جبت الزون. يعني لو فرضا قلنا ال 47 الديجري او الانجل بتاعتنا ال 47، لو قسمتها على 6 باين كانت بتطلع لي 7.8. كويس، ال 7.8 دي لما بجمعها على ال 30 بيقول لي انا كده 37.8، اللي هي انا واقف في زون 38، معناها انا واقف في زون 38. فعايز تعملها كده اعملها، عايز توقعها له على الرسمه وده افضل، لان الدكتور عملها معانا ان هو وقع النقطه بتاعته على الرسمه ولقى ان هي واقعه في زون 38، وكده تبقى انت خلصت الشيت ده. ناقص لك بس كام كلمه نظري كده، ابقى اظبطهم مع حالك، لان ايه مفيش وقت والله ان انا اتكلم في اكتر من كده. طيب بالنسبه، مش مفيش وقت عندي، هو مفيش وقت عشان خاطر لازم ارفع الفايل، يعني لازم ارفع الفيديو عشان خاطر ايه اللي عايز حاجه من الفيديو يلحق يشوفها. ماشي، بالنسبه لشيت 4، كل شيت 4 بيتكلم عن الحاجات اللي كنا بنعملها في اللاب. ايه هو الارك كاتالوج؟ ايه هو الارك ماب؟ الفرق بين الراستر والتن والحاجات دي كلها اللي احنا المفروض تعرضنا لها تعرض كبير جدا في اللاب. طبعا ليها سلايدز، وطبعا برضو ليها اجابه هنا، مش مرام ما جاوبها اهي، تقدر تبص على كل الاجابات دي. ولكن انا عايز اشوف معاك المساله، هي مساله بسيطه جدا مش مستاهله تعمل لها فيديو لوحدها. كل الحكايه ان قال لك ان انت في صوره متصوره لها، يعني صوره من ستلايت مصور ايه الكره الارضيه بسكيل كام؟ 1 ل 10,000. طب كويس، وبيقول لك السكان ريت 1000 دوت، او يعني زي 1000 بكسل بير انش، يبقى كل انش، الانش طبعا عارفين ان هو 2.54 في 2.54، كل انش في 1000 بكسل. هو عايز يعرف كده ان البكسل الواحده، او بيقول لك كالكوليت ذا راستر ريزوليوشن او الار اس. نبدا نعمل ايه بقى؟ نقول ساعتها معانا السكيل زي ما قلنا 10,000، ومعانا اللي هو عدد البكسلز في الانش الواحد 100، قصدي سوري 1000. فهنقدر نقول ادي نعوض كده بكل بساطه في معادله كده يعني بسيطه جدا، هي زي ده، يعني ده كذا بيساوي كذا، فكذا بيساوي ايه، فاللي هو ده في ده على ده، يعني حاجه بسيطه جدا يعني مش مستاهله اصلا. 2.54 ده كل الحكايه، ضربت في 2.54 عشان تطلع بس القيمه بالسنتيمتر. هو كده انا بجيب ايه، او ايه هو الراستر ريزوليوشن ده؟ كل الحكايه ان انت لو زومت اقصى زوم عندك في الايه في الشاشه، فانت هتوصل لان انت يعني اكتر حاجه ممكن تشوفها تشوف 25 مربع بعده 25 سم في 25 سم، مش هتعرف تعمل زوم اكتر من كده. تمام، طيب 2.54 دي عشان خاطر هي انش بس، ضربناها في 10,000 اللي هي بتاعت السكيل، وقسمناها على 1000 اللي هو عدد الدوتس او عدد اللي هو البكسلز، يعني
هتلاقي ان هي يطلع لك 25.4. فده ايه؟ ده طبعا اقل، يعني اصغر حاجه ممكن تشوفها في الصوره دي هو مربع 25.4 في 25.4. طبعا كده خلصنا الفيديو، اتمنى نكون وصلنا لكم اي معلومه، معلومات تكون فادتكم. اسف على التاخير طبعا، والله يعني الظروف حصلت كتير وكده، بس ان شاء الله الفيديو ده يكون مرفوع يعني قبل الامتحان بكذا ساعه، تقدروا تلحقوا تشوفوا الفيديو، تقدروا تطبقوا على الكلام. وطبعا الحلول نفسها نازله من بقى لها فتره، فدي حاجه كويسه. وطبعا في نهايه الفيديو ده احب اعتذر عن خطا حصل في اعداد البرنامج، ان احنا نسينا باشمهندس مصطفى حمدي وما حيناهوش مع اهل الفيوم. وطبعا تحيه خاصه وكبيره لباشمهندس مصطفى حمدي، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.